معانا حازم البرعي، زميلنا حازم البرعي من تمرين النادي الاهلي، هيقول لنا طبعا تفاصيل عن التمرينه واستعداد النادي الاهلي للمباراه القادمه اللي لسه ان شاء الله هنشوف مين هنلعبه من خلال القرعه غدا. حازم مساء الخير عليك. تنورك كابتن فاروق، واهلا بيك وبضيفك الكريم. تحياتي ليك يا حازم. قول لي اخبار التمرين ايه والشكل العام للتمرين، الاصابات اللي موجوده، اللاعبين اللي بيتمرنوا، كابتن حسام البدري بقى بعد ما رجع في اولى مبارياته، الشكل التدريب عامل ازاي عندك؟ التدريب النهارده لاول مره من فتره طويله قوي، يمكن حضرتك تفتكر اخر مره كان الفريق المكتمل فيه كان ماتش الاهلي والزمالك في نهايه الدوري، الاهلي كسب 2-0 بهدفي وليد سليمان واجاي. النهارده اللعيبه كلها موجوده الحمد لله، حتى مروان محسن المصاب يؤدي التدريبات على هامش مروان. النهارده التمرين بدا الساعه 6:30، وزي ما حضرتك اكدت ان الاهلي بطل افريقيا بطل العرب، فمش هتفرق مين اللي هيقابل مين في نصف نهائي البطوله العربيه. صحيح. ده اكد عليه كابتن حسام البدري في المحاضره قبل التمرين مباشره في ارض الملعب. ان قعد 10 دقائق بياكد على الكلام دوت، ان احنا ابطال واحنا لازم نكسب عشان نسعد جمهورنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب عمرو السولية اخباره ايه يا حازم؟ طيب النهارده كان في كشف طبي عليه تقريبا. عمرو السولية الحمد لله سليم، انا سالته حتى قبل المران، عمرو انت موجود ان شاء الله باذن الله في التمرين الجماعي؟ قال لي ان شاء الله، وجاهز للماتشات والمشاركه في المباراه حسب رؤيه الجهاز الفني ان شاء الله. طيب كملي. طيب يعني شكل التدريب ازاي كان النهارده؟ ماشي ازاي الدنيا بعد المحاضره؟ شكل التدريب، الوحدات التدريبيه كانت شكلها عامل ازاي النهارده؟ بالظبط، التدريب اتقسم على مجموعتين، المجموعه اللي هي شركه الاتلتيك فكره المورال تبع امام مسرح سنداي اللي كسبها 2-1. المجموعه ديت ادت تدريبات استشفائيه جاري حوالين الملعب بسيطه، وبعد كده تدريبات تاهيليه كده وخرجوا بطل الملعب. دلوقتي بقيه المجموعه بيتدربوا، بداوا الاول بفقره الاحماء وبعد كده تدريب بالكره، اكد فيه كابتن حسام البدري على اللعب المباشر من لمسه واحده والضغط على الخصم. جميل. طب المران شغال. طب يعني حازم وانت موجود، يمكن كابتن حسام البدري صرح بعد المباراه ان ممكن بعض العناصر الاساسيه اللي كانت ممكن مريحه في الفتره اللي فاتت تبقى موجوده في المباراه القادمه، مباراه قبل النهائي. هل يعني الشكل ده او بعض اللاعبين اللي كان بيتكلم عليهم كابتن حسام البدري موجودين في التمرين او ملامح موجوده الى حد ما لهذا التشكيل الجديد ممكن؟ بالظبط يا كابتن، المجموعه كلها موجوده، واعتقد ان هتبقى في حيره للكابتن بدري، كله واضح على الوجوه الاصرار، يعني كله عايز يحجز مكانه في التشكيل الماتشات اللي جايه. انت عارف كلها قويه قبل نهائي البطوله العربيه، وبعدين ان شاء الله بنستنى نهائي البطوله لو ان شاء الله، بعد كده قبل نهائي الكاس، فالماتشات قويه كلها ورا بعضها ان شاء الله. طب كلمني عن المعسكر حازم، هم السفر مفروض بكره، وبعد كده تقريبا النادي الاهلي ان شاء الله لو وصل للنهائي هيفضل مكمل تقريبا في اسكندريه. بالظبط، هو السفر هيتحدد بناء على القرعه بكره ان شاء الله باذن الله، اذا كان الاهلي هيلعب يوم الاربعاء فالسفر بكره بعد التدريب، اذا كان الاهلي هيلعب يوم الخميس فالسفر هيبقى بعد التدريب يوم الثلاثاء ان شاء الله. طيب اشكرك حازم، طبعا حازم البرعي زميلنا في قناه الاهلي طبعا ومراسلنا هناك في ملعب التمرين ملعب النادي الاهلي.